بسم الله. دلوقتي انا بظبط الشتات، تمام. ابدا مثلا احط الشيت ده اجهزه، بلاقيه اكبر من هو اتحط، فبلاقي علامة هنا بمجرد انص عليها انقسم نصين، وبسأل ان انا احطه في قلب الشيت دوت. دلوقتي عايز اعمل لسه درونج، بعمل ايه؟ بكل بساطة بروح الفيو السكادولز، بقول له انا عايز درونج ليست، تمام. بيقول لي انت عايز درونج ليست دي يبقى فيها ايه، تمام. خليها كل حاجة، الشيت نمبر والشيك باي والابروفد باي وكل حاجة، اوكي. بلاقي اعمل ليست في درونج الابروفد الشيك الشيك دي باي كاونت كرنت، ليست في درونج اتعملت ان شاء الله مفيش اي اخطاء فيها، كل ده في ثانية واحدة اتعملت. واي حاجة بتغيرها هنا في شيت، يعني فرض ان جيت هنا في شيت وغيرت حاجة هلاقيها اتغيرت معايا هناك، تمام. درونج باي او شيك دي باي لو غيرتها مثلا سميتها عمرو سليم، هتروح هناك في الدرونج ليست هتلاقي اتغيرت بدون ما اضطر ان اروح اغير فيها، لا هي بتعدل اوتوماتيك.